بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرأ كتاب. ثم أما بعد، بيتجدد الحديث في سلسلة الألبان، وبنتكلم عن طريقة فصل السمنة أو الباتر أويل، وبنتعرف في هذه المحاضرة السريعة عن أهداف عملية الفصل الخاصة بالسمنة وأساس فكرة فصل الدهون وهي آليات فصل الدهون. في البداية كده، أنا بعمل عملية فصل السمنة ليه؟ قال لك عشان أنتج السمن الحيواني، صح كده ولا لأ؟ بنتج السمنة الحيوانية، ودي طبعا بستخدموها في عمليات الطبخ ومنتج غذائي له قيمة. وإن كان طبعا يعني خبراء التغذية في حاليا يعني بيحذروا إن أنا أستخدم السمنة اللي هي المصنعة أو المهدرجة موجودة في الأسواق، ويفضل ان انا استخدم السمن الايه الحيواني اللي هو جاي اصله من اللبن زي ما شفنا قبل كده. يبقى انتاج السمن الحيواني. ثم بعد ذلك قلت لك ان السمنه دي ببدا انتج منها الايه المرته، يبقى انتاج السمنه وانتاج الايه المرته. طبعا اساسيات فكره الفصل بتاع الدهون، قال لك ان انا عايز احصل على كل الدهن الموجود في الخامه اللي عندي. الخامه دي يعني اللي هي قشطه احولها مثلا لزبده، او زبده نفسها بحولها لسمنه، والسمنه بحولها بعد ذلك لايه لمرت. يبقى هنا بحصل على كل الدهن الموجود في الخامه اللي بصنع منها ايه السمن نقيا، بتخلص من اكبر كميه ممكنه من الجوامد اللا دهنيه والماء اللي موجود عندي. فحاله الاستحلاب دي انا بعمل عمليه فض ليه، تمام، وببدا استفيد من المواد دي. الآلية المستخدمة في عملية فصل الدهون، في طريقة اسمها طريقة الدفعات عن طريق التسخين، ودي طريقة اللي هي منتشرة في الريف وأمهاتنا برضو بتستخدمها. إن أنا برفع درجة الحرارة تدريجيا عشان تصل ل 115 درجة، فبيحصل إيه بقى؟ بتترسب جزيئات الجوامد اللادهنية اللي هي المرتة. يبقى المرتة بتترسب في الأسفل وبتاخد اللون البني الداكن، وبيحصل بقى تصاعد لريحة السمنة الايه الناضجة، والسمنة تلاقيها تكونت باللون الكهرماني الغامق. وطبعا هنا المحتوى الرطوبي بيقل عن طريق الايه التبخير. ثم بعد ذلك بوقف التسخين وبفصل الطبقة السفلية اللي هي المرتة، وبعد كده بفصل الايه السمنة اللي الطريقة الاخرى اللي هي الطريقة المستمرة بقى، اللي هي بيسموها طريقة الطرد المركزي، ودي في الغالب بتستخدم داخل مصانع وكده. بعتمد في فصل السمنة في الطريقة دي على قوة طرد مركزية، ونتيجة قوة الطرد المركزي دي بيحصل تخلص من كمية الرطوبة الموجودة في الزبدة اللي عندي، بدل ما اعمل عملية تسخين، لان المية هنا بتبقى اعلى في الكثافة واقل في اللزوجة من الايه من الدهن. لما تيجي تبص كده على الصور، ادي الطريقة العادية اللي هي طريقة الدفعات. ببدأ احط المكون عنده هي او الزبدة واعمل عملية تسخين ليها، ومع الوقت وعملية التقليب زي ما انت شايف كده تلاقي المرتة ترسبت في الاسفل، والسمنة اللي عند تكونت على الوش زي ما انت شايف واخد اللون الكهرماني زي ما احنا شايفين. دي طريقة بسيطة وبدائية. او الطريقة الاخرى اللي بعتمد فيها على الاجهزة زي الجهاز اللي قدامنا ده، ده جهاز الطرد المركزي بيعمل عملية طرد مركزي، فيعني جزئيا بيرفع درجة الحرارة بدل ما اعمل تسخين، لا انا بستخدم طريقة التسخين هنا عن طريق الطرد الايه المركزي، وبتخلص من الرطوبة، وبعتمد زي ما احنا قلنا في الطريقة على اختلاف كثافة المية وكثافة الايه الدهن اللي يبقى دي. في عجالة كده اتكلمنا عن عملية فصل الايه السمنة، وعرفنا اساس الفكرة والاليات المستخدمة في عملية الفصل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.